حد بقى بيقول لك ايه الكلام العادي بتاع زمان، يقول لك خليك متفائل، من فضلك بص للكوباية النص المليان، ما تبصش للنص الفاضي. ده حقيقي. ليه الناس ليه ان احنا كلنا في نعم، كلنا في نعم، ما تقدرش تقول انا مش في نعمة. وبعدين في حاجة كمان يقول لك ايه، في ناس ما يوع منها اللبن تقعد بقى تعيط، البكاء على اللبن المسكوب الواقع ده. يا سيدي البلد مليانة محلات ألبان، ما تتضايقش نفسك وتسحب كهربا علشان شوفوا بقى. في حاجة تانية مهمة جدا اللي هي بداية الحياة، اللي هي أو الحياة عموما، اللي هي راجل وست، اللي هي الزواج، الخطوبة والزواج. طيب كنا زمان على أيامي وأيام اللي هم الأكبر مني يديكوا الصحة وطولة العمر، وعلى رأيي برضو أنا ماما نجوى دايما أقول يا رب اديني صحة على قد العمر واديني العمر على قد صحتي. فيا يعمل إيه؟ يقولك كان زمان، فاكرين الماري منيب لما كانوا يدوا العروسة بندقة عشان تكسرها عشان تشوف سنانها وتعمل لها تيست، وكانوا بيروحوا بالظبط بيعملوا له فيش وتشبيه يسألوا عليه أمة لا إله إلا الله. دلوقتي في تسرع شوية في الاختيار. اختياراتك ليه بتفشل؟ لأن أنت بتاخد وش القفص حبيبتي، أنت بتاخدي وش القفص، تقولي الله شاب وسيم كريم عنده عربية بيكلم لغات عنده فولورشيب مش عارفة فولورز لولولو دي عنده حاجات كده، انت بتاخدي هو العريس ده قفص، لم أرضى يعني هو علبة او هو شخص متكامل بأهله، انت بتاخدي بقى وش القفص تاني رق. معلش ممكن يطلع مدود، ممكن يطلع مفعوس، ممكن يطلع ريحته مش حلوة القفص يعني. فاحنا ما ناخدش من وش القفص، احنا دلوقتي الخبرات الحياتية بتاعتنا هي اللي بتكون مداركنا في الاختيار.